زي ما انتوا عارفين شرحنا في الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن ايدوجرام وازاي نستخدمه بشكل مجاني مدى الحياه، مش بس بيديك مثلا 12 كريدت في 4 ايام، يعني بيعمل لك مثلا في اليوم 4 صور وبعد كده مش بتعرف تستخدمه تاني لمده 4 ايام لما تخلص. فانا جايب لك يا معلم موقع بتقدر تستخدمه وتعمل عليه صور كتيره جدا وبشكل مجاني تماما. وفي حاجه برضه عشان نبقى عارفينها، ان انت لو جيت هنا مثلا وشفت التربو، التربو بياخد منك 2 كريدت والديفيكلت 4 والكواليتي بياخد منك 6 كريدت. فالموقع اللي جايبه لكم معلم فيه الثلاثه، الديفيكلت والكواليتي والتربو. فتعالى نروح على الموقع اللي معانا النهارده. اول ما بتفتح الموقع يا معلم بيديك 5000 كريدت زي ما انت شايف كده، اول ما بتدوس عليها بيبدا يفتح معاك الواجهه اللي قدامك دي، وبعد كده بنروح على تشوز ايمج. طبعا هنا في حاجات كتيره جدا، بتيجي هنا تختار الايمج بتاعتك وبتنزل تنزل 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 يا معلم. احنا عايزين ايدوجرام، فهتفضل تنزل لحد ما تلاقي ايدوجرام. عندك التربو وعندك الكواليتي وعندك العادي، تمام. فهنختار S3، تمام، مش التربو، هنختار S3 اللي هي كواليتي، وهندوس عليها. وبعد كده يا معلم هندوس على اد موديل تاني وننزل عشان ايه يجي لنا صورتين للموديل ده، وهنختار S3 اللي هو التربو، تمام. ده يبقى كده معانا الاثنين، نعمل مقارنه بين الاثنين. تعالى هنا وارمي كده يا معلم واستنى بقى ايه هو هيعمل لك. اهو هو اختار، هيختار لك مثلا الفي كواليتي هنا والثانيه في شكل في جنب تاني. اختار لك الفلوكس. الديف فلوكس ده جامد جدا، قوي جدا، اقوى صراحه من ايدوجرام 3، وبيعجبني قوي، يعني بيعجبني عن ايدوجرام 3. هو اصلا زي ما انت شايف هو برو وده برضو ماكس، يعني ده جايب لك هنا وبيتطاير. لو جينا هنا هتلاقي ده الشكل، وده يعني ده جامد جدا. ده هنا جايب لك الطيره بتاعته، وده شكل عجبني اكتر، برودكت يعني، تمام. اهو اخدناه بالشكل ده. وارمي يا معلم هيجيب لك هنا 2 اللي هو الفي 3 اللي احنا عايزينه، وواحد تاني اللي هو فلوكس. برضو جايب لك الفلوكس عشان احنا دوسنا عجبني. فلوكس ما بياخدش وقت، بس مشكلته حاجاته كلها تحس متشابهه. يعني بص ده الفي كي هنا هيجيبها لك بشكل مختلف، يجيبها لك برضو. ايوه دي المشكله اللي احنا قلنا عليها، اللي هو لازم تغير عشان ايه عنده خاصيه اللي هو بياخد الحاجات القديمه البرومتات القديمه وبيبني عليها. ده شكله جامد جدا اهو، ده جايبه لك قريب من ده، تمام، ولكن العبوه مختلفه يعني اهو. فزي ما انت شايف كده معلم، ده الموقع اللي معانا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وتشترك لو انت مش مشترك، واتمنى اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده عشان نستمر وتشجعونا نعمل فيديوهات اكتر عن مواقع تانية وجديده. وبس كده يا معلم، وسلام.